Amen. السلام عليكم جميعا واهلا وسهلا بيكم. بعد انتهاء النص الاول لسنة 2023 ودخول الموسم الصيفي للسينما والافلام، حبينا نستعرض معاكم قائمة تضم حلقات عن افضل افلام تم عرضها في سنة 2023 سواء في السينما او تم عرضها في منصات العرض المختلفة. وفي حلقة النهاردة خاصة لكل محبين وعشاق افلام الاكشن والحركة والقتال، لان هنقدم لكم قائمة افضل 10 افلام اكشن لسنة 2023 وحتى الان مع تقييم وتصنيف وملخص بسيط لكل فيلم. فتابع الفيديو للاخر عشان تعرف ايه فيلمك اللي جاي من افلام ما تتفوتش. ويلا بينا نبدأ الحلقة. في المركز العاشر اوبريشن فورشن، والفيلم من نوعية افلام الاكشن والاثارة والتشويق والكوميدي. تم عرض الفيلم في السينمات بتاريخ 3/3/2023، وبتبدأ احداثه عندما يقوم جهاز المخابرات البريطاني بزعامة العميل المخضرم اورسون بتعيين مجموعة من ابهر ممثلين السينما من اجل مساعدتهم في تنفيذ مهمة في غاية الخطورة، وهي القضاء على سلاح مدمر بتكنولوجيا متطورة يهدد استقرار العالم. الفيلم في قمة المتعة ومليان مشاهد حركة وقتال. الفيلم حصل على تقييم 6.3 على موقع IMDb. What are you gonna do with that? I'm gonna shoot at them, Danny. وفي المركز التاسع بلين، وهو من نوعية أفلام الأكشن والمغامرة والإثارة والتشويق. تم عرض الفيلم في السينمات بتاريخ 13/2023، وبتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة حوالين طيار تجبره عاصفة قوية ومفاجأة على الهبوط اضطراريا بطائرته على أقرب جزيرة، ولكن سرعان ما تأخذ الأحداث منعطفا كارثيا عندما يجد نفسه محاصرا وسط ميليشيات من المتمردين. الفيلم حصل على تقييم 6.5 على موقع IMDb. They're going to come at us with everything they've got. We're getting off this island. وفي المركز الثامن The Last Kingdom، وهو من نوعية أفلام الأكشن والدراما التاريخية. تم صدور الفيلم على شبكة نتفليكس بتاريخ 14/4/2023، وبتدور أحداث الفيلم بعد موت الملك إدوارد، وبينطلق أوتريد ورفاقه في مغامرة عبر مملكة ممزقة أملا بتوحيد إنجلترا. الفيلم يعتبر خاتمة للمسلسل الشهير The Last Kingdom. الفيلم حصل على تقييم 6.9 على موقع IMDb. We go back into an age of darkness. في المركز السابع سيسو، وهو من نوعية أفلام الأكشن الحربية. تم صدور الفيلم في السينمات بتاريخ 28/2/2023، وبتدور الأحداث في إطار من الأكشن والإثارة حوالين جندي كوماندو السابق واللي بيترك الحياة العسكرية بعد تقدمه في السن، واللي بيصبح باحث عن الذهب، وفي أثناء رجوعه إلى المدينة بعد رحلة بحث بيجد نفسه ملاحق من كتيبة من النازيين في محاولة منهم للاستيلاء على الذهب الخاص بيه. الفيلم حصل على تقييم 6.9 على موقع IMDb. This is not about who's the strongest. This is about not giving up. We have a word for that in Finland. وفي المركز السادس Extraction 2، وهو من نوعية أفلام الأكشن والإثارة. تم صدور الفيلم على شبكة نتفليكس بتاريخ 9/6/2023، وبتدور أحداث الفيلم حوالين تايلر ريك اللي بينجو أعجوبة خلال مهمته في بنجلاديش، وبيعود مع فريقه في مهمة جديدة أكثر صعوبة. الفيلم حصل على تقييم 7.1 على موقع IMDb. Let's find out. وفي المركز الخامس Dungeons and Dragons، وهو من نوعية أفلام الأكشن والمغامرات والفانتازيا. تم صدور الفيلم في السينمات بتاريخ 31/3/2023، وبتدور الأحداث في إطار من الفانتازيا والأكشن حول لص برفقة مجموعة من المغامرين في رحلة طويلة وملحمية الهدف منها استعارة آثار مفقودة، ولكن سرعان ما تأخذ الأحداث مسارا آخر عندما يكتشفون أنهم يواجهون الخصم الخاطئ. الفيلم حصل على تقييم 7.3 على موقع IMDb.
وفي المركز الرابع The Covenant، وهو من نوعية أفلام الأكشن الحربي والإثارة. تم مصدور الفيلم في السينمات بتاريخ 21/4/2023، وبيتناول العمل قصة الرقيب جون واللي بيخوض مغامرته الأخيرة في أفغانستان مع جيش بلاده، وحينما يتعرض لإصابة بالغة تهدد حياته يتلقى المساعدة من قبل مواطن أفغانستاني ويسعى لنقله إلى بر الأمان. الفيلم حصل على تقييم 7.5/10 على موقع IMDb. وفي المركز الثالث جون ويك شابتر 4، وهو من نوعية أفلام الأكشن والجريمة والإثارة. تم صدور الفيلم في السينمات بتاريخ 24/5/2023، وبتدور أحداث الفيلم حوالين جون ويك اللي وجد الطريقة المناسبة اللي بتمكن من خلالها من القضاء على المجلس الأعلى والحصول على حريته من جديد، ولكن سرعان ما يجد ذاته في مواجهة عدو قوي يجعله يشك حتى في أقرب أصدقائه. الفيلم حصل على تقييم 7.8/10 على موقع IMDb. وفي المركز الثاني Guardians of the Galaxy، وهو من نوعية أفلام الأكشن والمغامرة والكوميدي. تم صدور الفيلم في السينمات بتاريخ 5/5/2023، وهو يعتبر من أحسن أفلام الأبطال الخارقين اللي صدرت سنة 2023 لحد الوقت، وبتدور أحداثه في إطار من الخيال والأكشن حوالين حراس المجرة اللي بيعودوا مرة أخرى وأخيرة من أجل تقديم بعض التضحيات لكي يتجاوزوا بيها ماضيه وحماية مجرته، الأمر اللي بينشأ عن سلسلة من المشاكل. الفيلم حصل على تقييم 8.1/10 على موقع IMDb. Fly away together into the forever. وفي المركز الاول ومتصدر قائمتنا لاحسن فيلم اكشن لسنه 2023 لحد دلوقتي ميشن امبوسيبل 7، وهو من نوعيه افلام الاكشن والجريمه والاثاره. تم صدور الفيلم في السينمات بتاريخ 12/7/2023، وبتدور احداث الفيلم حوالين ايثان هانت اللي بينطلق هو وفريقه في مهمه مليئه بالمخاطر لانقاذ البشريه من سلاح مرعب جديد قبل ان يتم الاستيلاء عليه من قبل الاشخاص الخطا، وفي المهمه دي عليه ان يتخذ القرار الصعب باختيار بين احبائه او نجاح المهمه. الفيلم حصل على تقييم 8.1/10 على موقع IMDb. وبكده خلصت حلقتنا، فيا رب تكون القايمة عجبتكم، وياريت تشاركونا رأيكم في الكومنتس ايه أفلام الأكشن اللي شفتها أو لسه هتشوفوها. وبنفكركم ان لو عجبتكم الحلقة ما تبخلوش علينا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.